السلام عليكم. السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. أصب لك الشاي يا ما متولي. سك على الشاي دلوقتي يا نبوية وهات لنا الشربات. مش عشان جربتي هبخسها حقها. مش صلاح دفع في شريفة بنت ابن عمتي 20 جنيه؟ أنا بقى هدفع أعلى مهر النبوية اندفع في دجادوس 30 جنيه. جرى ايه يا صابر؟ انت مش طول عمرك بتقول امين ده مفيش زيه؟ اذا كان علي اني موافق. يبقى ناقص ايه؟ نجرى الفتحة. اصبر شوية يا متولي، لازم ناخد رأي نبوية وامها، الشرع بيقول كده. ايه رأيك يا نبوية؟ ايه يابا؟ يعني مش عارفة؟ عمك متولي طالبك لأمين ابنه. اللي تشوفه ياب. أنا لا قلت آه ولا قلت لا لحد ما أسمع رأيك. قلت إيه؟ قلت إيه؟ ما دام أنت موافق أنا مش هخالفك. أنا لا وافقت ولا رفضت. أنت يا بنت عايزاه وبتلزقيها فيي. طب خلاص مش هتكلم. أنا هو هاكل خور. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا تنكح المرأة حتى تستأذن، والبكر إذنها سكوتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبروك يا نبوية، أمين ابن حلال وعارف ربنا كويس. ربنا يتمم لك بخير. ابوك يا امين لما تطلع حاجه في دماغه ويقول كلمه ما يتنهاش. يما اللي هتجوزها دي هعيش معاها العمر كله. ما هو قال لك اختار وانت اللي قلت له اختار لي يابا. انا مش موافق على الجواز من الاصل. لو قلت له فلانه يبقى كاني موافق. طب قول لي كده يا ابني، بيني وبينك لو فيه واحده في البلد انت رايتها قول لي عليها وانا خلي ابوك يخطبها لك. لو حتما الجواز يعني تبقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جهزت الحاجه اللي هياخدها امين معاه وهو نازل. ايه والله بعد كده بقى ان شاء الله مراته هي اللي هتتولى المساله دي. بقول ايه يا متولي، ان كان ضروري يعني من الجواز يبقى لازم تاخد رايه في اللي هياخدها، ولا دي كمان ملوش راي فيه؟ ما انا قلت كده، قال لي اختار انت يابا. الحقيقه هو فيه وحدي، ان كان يعني ضروري من الجواز تبقى هي. وما جاتش ليه الكلام ده من ساعتها؟ خلاص يابا اختار انت اللي تعجبك. واحدة مين اللي انت عايز؟ اتكلم يا امين، قول لابوك دي حاجة ما فيهاش خش. لو توافق يابا تبقى نبوية بنت ابن عمك الشيخ صابر. يعني ما لقيتش غيرها في البلد كلها، ما تشوف لك واحدة تاني. وما ياخدهاش ليه؟ مالها نبوية؟ انا بقول لو توافق يابا وانت حر. خلاص يا امين موافق يا سيدي. ان شاء الله لما توصل المعهد تقدم على اجازه وتيجي تاني يوم هنعمل لك فرح، شويه طبل وزمر كده، وبعدين تقعد مع عروستك يومين وترجع المعهد تاني. مبروك يا امين. الله ينكد عليك يا بشير الشافعي، البلد مستنيه فرح وانت قلبتها معزه. انا كنت متاكد انه مش هيسيب طار ابوه، خصوصا بعد ما زناتي مات في الشد. الباقه خلاص اخد طاري من صلاح اخوه. ومرات صلاح ذنبها ايه تترمل وهي لسه متجوزه قريب؟ وبعدين تعيش ازاي دي لوحديها؟ ما امها قاعده معاها. وانا مش هسيبها ابدا. شريفه تبقى بنت ابن عمتي وانا مسؤول عنها. ربنا يقدرك على فعل الخير يا متولي.
المهم دلوقتي جواز امين اللي هيتاجل بعد ما خد الاجازه بالعافيه. ويتاجل ليه يا شيخ صابر؟ ادفنوا موتاكم واستروا عرصتكم، الجواز هيتم في ميعاده بس من غير فرح وزيطه وزمبليطه كده. نجوم نحضر العزاء. طيب انا هحصلكم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. خير يا صبح؟ مكسوف وخجلان ان اقول لك على المال اللي على ارضك السنه دي. اتصرف يا صبحي، على ربنا ما يفرجها. ايوه لو كانت عن السنه دي كان معلش، انما ده السنه اللي فاتت برضو في مال، والسنه اللي قبلها برضو كان في مال متبقي. ويعني ههرب بيهم يا صبحي؟ لا، الخوف انه يطب علي حد من المفتشين يشوف المتاخرات. لا اطمن، انا هسددهم لك. جوبيصي عايز الاربع جراريت اللي جنب ارضه، انا حدهم له، بس استلم الفلوس في يدي وهدفعهم لك. يا خوفي لا يروحوا هم كمان على الولايم والعزايم. صباحية مباركة يا عروسة. انت عملت الشاي؟ انت بتعرف تعمله؟ شاي ايه اللي عمله؟ ده انت هتاكلي من ايدي طبيخ عمرك في حياتك ما دوقتي زي. وكمان بتطبخ بامية ومسجعة وصيادية سمك، مفيش حد في البر كله يعرف يعمل زيها. وعرفت زي الكلام ده؟ كنت بشوف امي وهي بتطبخ. يبقى عليك تعلمني بقى. احسن اني ما عنديش فكرة عن الحكاية دي خالص، بس بعرف اغسل وغسيلي زي الفل. الطبيخ والغسيل ده هيجي وقته. انا اللي طالبه منك حاجة تانية، عايزك توقفي جنبي وتقدري ظروفي. انا طريق الدعوة الى الله، عايز اعرف الناس صحيح دينهم. يا ريت اقدر اساعدك، داني على جدي خالص في الحكاية دي. اي نعم بصلي وصوم، لكن الكلام اللي انت بتقوله ده انا ما اعرفش اقول زي. انا بجتهد فيه وربنا يقدرني، بس مش عايزك توقفي في طريقي. انا اقف في طريقك؟ عايزك تستحملي شويه لما اكون مشغول، عايزك تدينا الراحه والسكينه وتعوضيني بعد التعب وتخليني اكمل طريقي. عهد علي وربنا يوفقني اوفي بيه، ويشهد ربنا معاك على الحلوه والمر. الحمد لله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ابو رمش مكحالي يا صغير يا حلو، يا ابو رمش مكحالي ونجوم الليل وجمر، ونجوم الليل وجمر لو شافك يرحالي. يا جماعه خلونا جد. الله، احنا في منتهى الجد، هو الجواز هزار ولا ايه؟ يا صغير يا حلو. يا جماعه خلونا جد شويه. قال قول لي يا عبد اللطيف، هي مروه وامها مش عايزين حد يفهمهم الحساب؟ انا مستعد. اتجي الله يا بقور، اتجي الله. انا قصدي يمكن ابويا يشوفني بعلمهم يجوزنا انا راجل. حلوه يا بقور، من الشك هندل هندل. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ امسك. الله الله، اشتغل بتجد الريم. الله الله اكبر. كل مره بطل تطير انا زهقت بقى، زهقت. الله، الظاهر الجماعة بتوعك شاطرين، عاملين الفطير ما شاء الله. أم اللي عاملة الأكل كله. التانية عروسة ما بجالهاش كم يوم، هقول لها عجيني وطبخي. يا سيدي خليها عروس وعروس، وخلي أمك تطبخينا الأكل الجميل ده كل يوم. وعلى رأي المثل، اللي تعرفه أحسن من اللي بتعرفوه. والجواز أخباره إيه معاه؟ أهو قلة قيمة. يا قلة قيمة بعقل، ده قلة قيمة ووقف حال. كفاية يا صديقي ضيع عليك رئاسة الاتحاد. ايوه صحيح، مين اللي نجح في الانتخابات؟ هي مش كانت يوم الاثنين اللي فات؟ بقى يا راجل، ما لقيتش غير اسبوع الانتخابات اللي تتجوز فيه، وانت عارف ان كل الطلبه في المعهد عايزين ينتخبوك. اعمل ايه؟ ابويا راسه قال في سيف الجواز لازم يتم في ميعاد. يعني لو كان في ميعاد غير دون كان خلاص الجوازه باظت. اهي ضاعت عليك راس الاتحاد يا سيد. قدر الله وما شاء فعل.
انا راضي باللي ربنا يجيبه وراضي باللي ربنا يحوشه. مين خد رئاسة الاتحاد؟ اه واحد كده على جده، نصر الله ولا فتوح؟ يا ريت ده ولا ده، انما يا سيدي ادوها الواحد صغير وحلو كده اللي بيودي ولا بيجيب. اسمه ايه؟ اسمه محمد متولي الشعراوي. ايه ده؟ انا ازاي يا سيدي؟ طلبة المعهد غشيمة، واللي ما يعرفك يجهلك. بس انا ما حضرتش الانتخابات ومعلقتش حتى يافطة واحدة. احنا علقنا لك كم يافطة كده يوم الانتخابات، وربنا وضع سره في اضعف خلقه. بقيت رئيس الاتحاد، دي مسؤولية كبيرة. هي مسؤولية بعجل، وانت على بختك داخل على نار ولعة. الشيخ المراغي واجع في مشكلة مع الملك فؤاد، والظاهر كده ان الملك ناوي يشيله من مشيخة الازهر. وهي سهلة كده؟ لما شيخ الازهر يتشال عشان مش عاجب الملك، يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه؟ جلكتني عليه، انت مش بتطلع يوم الخميس الساعة 12؟ قلت هتكون هنا على اذان العصر. معلش يا نبوية، كان عندي اجتماع في المعهد عشان حكاية الشيخ المراغي، وانت عارفة انا رئيس اتحاد الطلبة وكان لازم احضر. ربنا يعينك، اسخن لك الاكل، انا ما رضيتش اتغدى، قلت ناكل سوا. انا يا دوبك الحق صلاه العشاء في الجامع واديهم الدرس اللي بيستنوه كل جمعه. تيجي من بره على بره؟ معلش يا نبويه، الناس متعشمه فيا وتلاقيها مستنيه من بدري. هقول لك ايه يا محمد، ساعه زمن واكون هنا على ما تاكلي وتشربي الشاي. ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة يا محمد، قادر وكريم يا رب. مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تقبل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تيجي يا أمين؟ تعال يا ابني. اتفضل. اقعد يا حبيبي. اقعد. تقبل الله. تقبل الله يا امين يا ابني. تقبل الله يا امين. اتفضل قول. ما يصحش اتكلم وسيدنا موجود. لا اتفضل قول، مالكش دعوه بسيدنا. انا جاي مخصوص علشان اسمعك، علشان لو غلط هلبك. اتفضل. قول يا امين، انت وعدتنا هتكلمنا الجمعه دي عن اسماء الله الحسنى ال 99. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. أسماء الله الحسنى اللي نعرفه منها 99، لكن هي ملهاش حصر. في دعاء مأثور بيقول: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الله 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 الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. أي كده يا أمين، يظهر العلقة اللي أنا ضربتها لك وأنت صغير أثمرت فيك. يبقى اللي نفهمه من الحديث إن أسماء الله الحسنى 3 أقسام. قسم سمى الله نفسه به سبحانه وتعالى وأظهره لمن شاء من خلقه، والقسم الثاني أنزله في كتابه، والقسم الثالث استأثر به في علم الغيب عنده ولم يطلع عليه أحد من خلقه. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أسماء الله بتحمل صفة من صفاته: الرحمن، الرحيم، الودود، الشكور، ولكن هناك اسم الله وهو يحمل كل هذه الصفات. الله 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 ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن. اسم الله بالذات اختص به وحده ومنع خلقه من اطلاقه على غيره. ما فيش حد ابدا اسمه الله غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول في كتابه الكريم:
هل تعلم له سمية؟ السلام عليكم. انت نايمة نبوية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليكي خليكي، انا هاكل بعد ما اغير هدومي. الله، انت لسه ما اكلتيش؟ ماليش نفس. لا تتغدي ولا تتعشي، من طلعت النهار على لقمة الفطار. يعني همك يا محمد. انا عارف اني مقصر معاكي، بس غصب عني. ماني عارفه انه غصب عنك، حتى اتجوزتني غصب عنك. ازاي تقولي الكلام ده؟ ابوك هو اللي اختار، قال لك خد دي، وحكم تتجوزها في يوم وليله. اخر ما انتش طايق تقعد معها ساعتين كل جمعه. ابويا اختار اللي انا عايزه، مش امي حكيت لك اللي حصل؟ يعني انت كنت تعرفني قبل ما نتجوز عشان تطلبني؟ ايوه قرايب صحيح، لكن ما كانش في كلام بيننا. بس اللي كنت اعرفه عنك يخليني ما اخدش واحده غيرك. عارف ايه ده، حتى البلد كلها كانت تقول دي خايبه ومتدلعه وملهاش لا طبيخ ولا غسيل. كل ده مقدور عليه، بس الحاجه المهمه لقيتها فيكي. فيه بنات كتير احلى مني، وبرضه ولاد ناس طيبين. بس الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول، عليه الصلاه والسلام، تنكح المراه لاربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانت الحمد لله تعرفي ربنا وبتراعي فرايده وبتراعيه في كل حاجه، هطلب ايه في مراتي اهم من كده؟ طيب قوم غير هدومك عشان تتعشى، الكلمتين الحلوين دول فتحوا نفسي على الاخر. الكلمتين دول افضل عليهم لحد ما تسافر وتيجي بالسلام. يا اخي انا نفسي اعرف الكلام اللي انت بتقوله في الجامع ده بتجيبه منين؟ من كتاب الله يا زغلول، ومن الحديث والكتب اللي بندرسها. الا طب ماني زي دارس اللي انت دارسه وحافظ اللي انت حافظ، ومع ذلك ما بعرفش اقول كلمتين من اللي انت بتقولهم دول. المهم بس يكونوا في فايده. في ناس بتزرع زرعه حلوه وبرده ما بترميش محصول. لا بس انت في الحكايه دي بقى بسم الله ما شاء الله عليك، كلامك زي السحر. طب انت عارف الواد الوان الوان كان حاضر الدرس بتاعك اول امبارح؟ انا شفته في الجامع، بقيت مستغرب. اني بقى قابلته بعد ما خلص الدرس وحل فيه امين معاد يحط الخمره في حنكه تاني ولا يفوتوا فار. طب الحمد لله، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها. ايوه. طب بص على حاجه ولا ايه؟ البت بدريه اللي كانت بتقف بره كتاب واحنا صغيرين، فاكرها؟ ايوه. مال البت دي؟ من يوم امها ما ماتت محدش شايفها في البلد. يا اخي كنت بتعمل ايه؟ اي تلاقيها قاعده في الغرزه ليل نهار. استغفر الله العلي العظيم، انا اصلي موتي وسمي ان اجيب ست الناس. ايوه بس انا شايف صبي تاني بيخدم هناك. طب ما يمكن جوه بتوضى المزاج العالي. لا ما افتكرش، اصل انا اخر مره شفتها غلطت نفسها وقالت لي عمرها ما تشتغل مع بدومه ولا في الغرزه حتى لو كانت هتموت من الجوع. ايه والنبي انت طيب، يا مين اللي يعرف سكه القرش ما يسلهوش ابدا. طب ما تيجي نسال عليها يا زغلول. طب ودي تهمك في ايه؟ اصل البيت دي لسه صغيره وجواها خير كتير، عايزه حد بس يثبتها ويوقف جنبها. انا كلمتها اكتر من مره. تعال تعال بس نسال عليها. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان في بنت بتشتغل هنا اسمها بدريه. إيه بدريه بتاعت ابو دومه؟ قصدي اللي كانت مع ابو دومه. ايوه ايوه. إيه ابو دومه؟ إيه ابو دومه ربنا فتحها عليه وباح الغرزه واشترى حته قهوه معتبره في ميتغمر. وما تعرفش بدريه راحت فين؟ معاه خدها اتجوزها وخدها معاه. ايوه اتجوزها. ايوه اتجوزت ابو دومه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مفيش فايدة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مفيش فايدة. اطلع. السلام عليكم. اطلع يا اسطى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نموت وتحيا بس.
المولع الزقازيق يا باشا، المعهد الازهري، المظاهره تبتدي منه وتلف على بقيه المدارس. انا فاهم الكلام ده، وعايز اعرف هتعمل ايه مع المعهد الازهري. واللي مولع المعهد الازهري بقى يا باشا رئيس اتحاد الطلبه، اسمه محمد متولي الشعراوي، وكام واحد معاه. طب وسايبهم ليه؟ انا مش سايبهم يا باشا، انا جبت عنوان الشعراوي ومراقب بيته، بس الظاهر حس ان احنا بندور عليه ما عادش بيدخل البيت. الكلام ده انا معرفوش. الشعراوي اللي معاه لازم ييجوا، انا مش هسيب شويه عيال يخربوا البلد. وقد امر جلاله الملك فؤاد الاول بالنظر في مطالب الازهريين بما يحقق صالحهم ومصلحه الوطن كله. واضح كده يا جماعه ان الملك ناوي يرجع الشيخ المراغي لمشيخه الازهر تاني. يا مش حكايه يرجع ولا ما يرجعش، الحكايه دي ما تفوتش. شيخ الازهر ما يتشالش ويرجع على كيف الملك. وبعدين ما هياش حكايه الازهر وبس، ازاي يشيل النحاس باشا اللي بيواجه الانجليز عشان يجيب حكومه تمشي طلباتهم؟ فؤاد ده انا مش مأمل فيه خير يا اخوانا. انتوا مش واخدين بالكم، هو لما يجي البلد ولعه قال لك اهدي اللعبه بكلمتين، لكن اللي في دماغه في دماغه وهيعمله. واحنا مش هنسيبها تهدى، بكره في اجتماع الطلبه نفهمهم اللعبه. عمر الملك ما هيعمل لمصلحه البلد، الانجليز هم اللي جابوه وهم اللي مقعدينه. انا جهزت قصيده وهقولها بكره في المعهد، ومركز في اخرها على حكايه الملك بالذات. ورحمته للمستجير بجائر، والزافر الشكوى لمن لا يعدل. أو كلما وهب الزمان زعامة تعلي وتكمل ما بناه الأول. نهض العقوق بكل ندل غادر دنس وفي يده الأثيمة معول. الكلام ده عيب صريح في الذات الملكية، يتحكم فيه بالحبس مفيش كلام. اسمع يا أشرف، بلغ النيابة العمومية وقت أمر بالقبض على الشعراوي. الأول نوصل له يا باشا، أنا كنت فعلا هقبض عليه لما قال الشعر ده في المعهد الأزهري، بس الطلبة ما كانوش هيسكتوا وخفت تبقى مذبحة. بقى حتة واد زي ده مش عارف تجيبه؟ هنجيبه يا باشا، هنجيبه إن شاء الله. أنا هفتش دقادوس والزقازيق بيت بيت. لا، أنا هقول لك على طريقة أسهل من كده، تخليه يجي برجليه لحد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر، إيه؟ أنت مين؟ أنت مين وعايز إيه؟ بص يا ياسر، افتح على مكسر ده. فين محمد شعراوي؟ أمين؟ ابني أمين؟ فين محمد شعراوي أنت؟ الزقازيق بقاله أسبوعين ما جاش، مش عارف عمل إيه الأول. في أنهي حتة في الزقازيق؟ معرفش. ما تعرفش؟ فتش البيت. حاضر يا معلم. هو عمل إيه؟ مش عارف الأول عمل إيه؟ ما لقيناش حد جوه يا فندم. هاتوه معانا. امشي. عايزين أبويا ليه؟ بطل. أبويا ملوش دعوة. انت اخو امين؟ طب تعالى ترافق. لا لا لا، محدش هياخدهم من هنا، ان شاء الله تقطعوني حتة. ابعد انت يا امين، هتقوم للتاني. يلا مستنيين. امشي يلا اتولي. ابراهيم خلي بالك من ابوه. دي ظلم، دي ظلم وافتراء، لكن ربنا على الظالم، ربنا على الظالم، ربنا على الظالم. يا سلام، أما أمين القصيدة بتاعتك دي عملت عمايلها، لدرجة إن فيه طلبة كتبوا الأبيات الأخرانية عشان يفرجوها على زمايلهم. المهم إننا نكمل طريقنا لحد البلد دي ما يتصلح حالها. اصبر يا رب، محدش يفتح قبل ما نعرف مين. مين؟ افتح يا أمين هيزعلوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خير يا زغلول؟ قبضوا على أبوك وأخوك إبراهيم في البلد ورحلوهم على المدرية. ما عملوا حاجة؟ حبسينهم لحد ما أنت تسلم نفسك. ده فطيرة، إزاي الكلام ده يحصل؟ في حاجة اليومين دول ما بتحصلش يا بخوري. والحكاية دي حصلت إمتى يا زغلول؟ من كام يوم، بس أنا ما عرفتش لما رحت البلد الجمعة دي.
هي حكايه كده عاملها البوليس السياسي، لكن مش هيقدر يقعده، اول ما يلاقي ما فيش فايده هيفرج عنه. انا جيت ابلغك وانت حر. انا مش حر يا زغلول. لما ابويا واخويا يترموا في السجن بسببي يبقى ماليش ان اختار. انت توزنها في دماغك كويس وتفكر على راحتك، واديك معاك الليل بطوله لحد ما يطلع النهار. وانا لسه هستنى لحد ما يطلع النهار. الله 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 الله، استنى يا امين. طلع على فين؟ فكر بالهداوه وبعدين اعمل اللي انت عايزه. لو هتعلق في حبل المشنقه ابويا واخويا ما يتاذوش بسببي. اجيب لسعادتك محمد الشعراوي؟ استنى شويه يا اشرف. انتوا مسكتوه؟ فين ابني؟ عايز اشوف ابني. هتشوفه، بس الاول عايزكم تسمعوا كلمتين لمصلحتكم ولمصلحته. انا دلوقتي هفرج عنكم. مش هخرج من هنا الا ومحمد معايا. وانا موافق، بس المهم تقنعوه يطوعنا في اللي نقول عليه. ده متهم في قضيه كبيره، عيب في الذات الملكيه، والتهمه ثابته عليه. بس انا هتصرف في القضيه دي اذا عمل اللي احنا عايزينه. وايه اللي انتوا عايزينه؟ يقول لنا على اللي بيحرضوه، مين اللي بيتصلوا بيه عشان يعمل مظاهرات ضد السرايا. يعني عايزينه مرشد ليكم. افهمها زي ما يعجبك. اذا كنت خايف على ابنك ما تخليهوش يعند معانا. هات محمد الشعراوي يا اشرف. اسمع، دي فرصته الاخيره. ابني ابويا. امين حبيبي ابراهيم. سامحني يابا، سامحني. انت ما غلطتش فيا عشان اسامحك. مش دي المكافأة اللي اديها لك بعد اللي عملته عشاني؟ ما تزعلش يا ابراهيم، انا اول ما عرفت سلمت نفسي على طول. ليه بس يا امين عملت كده؟ معلش يا ابراهيم، كله يهون الا انت وابويا. يلا يا اشرف، يلا نخرج احنا عشان نسيبهم يتكلموا براحتهم. انتوا مش هتفرجوا عنهم؟ اه طبعا، بس بعد ما تخلص كلامك معاه. هي ايه الحكايه؟ الضابط قال انه عايزك ترشدهم على الورا المظاهرات وعلى زمايلك. ده لو عايزهم لا يجوا جنبنا ولا جنبيك، وهو هيتصرف في القضيه. انت ايه رايك يابا؟ انت راضي على اللي عملته يا امين؟ انا عملت كده عشان هيبه الازهر يابا. لو قعدنا ساكتين مفيش حاجه هتتصلح. ومقتنع باللي عملته؟ بس انت مالكش ذنب يابا، لا انت ولا ابراهيم. يبقى خليك في سكتك ومالكش دعوه بينا. عملتوا ايه معاه؟ كل خير، هنشوف النتيجه. على العموم اعمل لهم يا اشرف اجراءات الافراج. اما انت يا امين فهتفضل معانا كده يوم ولا اتنين وبعدين تحصلهم. يلا مستنين ايه؟ خلي بالك من ابوك وامك ابراهيم، خلي بالك من ابويا بابا، ما تسيبهاش لوحدها. ما تخافش من حاجه. السلام عليكم. يلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى لي بقى يا محمد عشان اقول لك هنعمل ايه وما تطولش عندنا. بعدين يا جماعة احنا هنسيب امين كده ونقعد حاطين ايدينا على خدنا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد قال لنا نعمل ايه واحنا اتأخرنا؟ اقل حاجة نجاوم له محامي كويس. هي اكبر محامي في المحروسة كلتها، ان شاء الله ياخد 200 جنيه. طب يا صبحي انت عليك تلم الاتعاب.
وادي 30 جنيه مني. يعني 10 جنيه هم. طب يا سيدنا. فعلي 10 جنيه من معاك يا حاج احمد. واني بكره الصبح هروح السوق وابيع الجاموسه واردهم لك ان شاء الله على دير المليك. عناية حاضر. ها؟ اشكر. خبر ايه؟ وانتوا يا جماعه؟ ايوه بس نشوف المحامي هياخد ايه في الاول وندبر المبلغ، ما حدش هيتاخر في البلد كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. اهلا وسهلا يا متولي. اهلا بيك. دلوقتي البلد هتقوم احسن محامي يقف مع امين، والاتعاب علينا كلنا. امين انا قومت له الاستاذ فتح الله نور الدين اكبر محامي في الزجازيك، وادينا بنجمع له الاتعاب اهو. ردها يا صبحي، الاتعاب اندفعت والحمد لله. اتفضل. يردها ده ايه؟ احنا لازم نشيل معاه. كتر خيركم، الفلوس موجوده والحمد لله. ردها يا صبحي. استنى يا ولد، ملحوق ليه؟ يا رأيه يا متولي، انت بتعمل كده ليه؟ هو امين ابنك لوحدك؟ لا يا اخي، ده ابننا كلنا، اهل البلد دول كلاتهم لهم فيه. لما احتاج حاجه هطلبها منكم، كل اللي عايزه منكم انكم تدعوا له. لهذه الأسباب أطالب بالإفراج عن موكلي فورا والحكم ببراءته مما نسب إليه. وشكرا يا سيادة الرئيس. قول لي يا أمين، الشعر اللي قاله الأستاذ وكيل النيابة أنت اللي مألفه؟ فكر يا ابني قبل ما ترد علي، انت اللي مألفه؟ ايوه. وانت اللي قلته في اجتماع الطلبة في المعهد الازهري بالزقازيق؟ ايوه. وايه اللي انت تقصده ببيت الشعر اللي بتقول فيه نهض العقوق بكل ندل غادر دنس وفي يده الاثيمة معوله؟ يا ابني قبل ما ترد علي، ومن حقك تمتنع عن الرد. ايه اللي انت تقصده؟ قاصد البلد دي نصلح حالها. ارفع الجلسة للمداول. طمن. براءة إن شاء الله يا أمين. القاضي كان بيبصلك بمحبة، عايز يقول لك اطمن يا أمين اطمن. اللي يجيبه ربنا كويس. إزاي أمي يابا؟ وإزاي نبوي؟ راعي نفسك أنت بس وارتاح من ناحيتهم. إن شاء الله ترجع معانا النهاردة وتشوفه. أنت جيت برضو عم جوبيسي وتعبت نفسك. إزاي بس؟ ده أنت ابني يا أمين. أنت وزغلول في منزلة واحدة. عارف يا جوبيسي عارف. محكمة! براءة، حينتج البراءة إن شاء الله. مؤجل القضية رقم 274 لجلسة 27/11/1934 مع استمرار حبس المتهم محمد متولي الشعراوي. رفعت الجلسة. القاضي هيطلعها براءة وبعدين يأجلها مع استمرار حبسه. أنا متأكد إن القاضي صعبان عليه أمين، طول الجلسة بيبصله برضا ومحبة. أنا عيني ما اترفعتش عنه طول الجلسة. يا جماعة إن شاء الله خير، اطمنوا. ولما هو صعبان عليه يحبسه؟
طب كان يفرج عنه لغاية ما يحكم في القضية. تلاقيه خايف من السرايا، أصل أمينته وبيته العيب في الذات الملكية. أنا عايزة أشوف ابني، لازم أشوف. وأني روح معك يا عمي، هو فني سجن؟ ما ترحلش السجن لأنه لسه ما صدرش عليه حكم، حطينه في قط الحجز ببندر الزجازيج. يبقى نروح معك بكرة يا إبراهيم. لا، خليها بعد بكرة يا نبوي، عشان أكون عملت له الأكل اللي هو بيحبه ناخده معانا. لا بكرة ولا بعده، محمد مأكد ما فيش ستات تزوره نهائي. لا، أنا عايزة أشوف ابني ومحدش يمنعني عن ابني. طولي بالك يا حبيبة، يمكن الجد يفرج عنه الجلسة الجاية. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم الأول سيد عبد العال حجازي بالسجن 3 سنوات، والمتهم الثاني فؤاد عبد العزيز عكاشة بالسجن 2 سنين. وتؤجل القضية رقم 274 لجلسة 3/12/1934 مع استمرار حبس المتهم محمد متولي الشعراوي. رفعت الجلسة. شد حيلك يا أمين، شدة وتزول إن شاء الله. أنا بدالك في البلد، أي حاجة يحتاجوها أنا رقبتي سدها. أنت بتعيط يا زغلول. أنا ما كنتش أعرف إنك غالي عندي كده. شد حيلك يا أمين، ربنا معاك يا أمين، شد حيلك. زغلول يا زغلول، أنا بدرية. مين؟ بدرية. إيه دي؟ بدرية؟ إيه اللي جابك البلد يا بدرية؟ ماني كل شهر بطلع الجرف على أمي. أيوه، عايز إيه من زغلول؟ أسأله على أمين، أصل سمعت إنه في ضيقة، رحت له الدار ما لقيتوش. أيوه، أمين محبوس ومقدمينه من المحكمة. يا خبتي؟ أمين محبوس؟ محبوس في أنهي حتة؟ أنا معرفش، إحنا مش ناقصين هم في عن إيش؟ عن إيش؟ شيل الأكل يا هني، الواحد ملوش نفس يحط حاجة في حنكه. ليه بس؟ يا أخويا ما تقهرش روحك كده، إن كان على أمين الشعراوي بعون الله هيطلع براء. أنا شفت له حلم ليلة امبارح، حلم حلو قوي يا أوباسي. يبا إحنا كل مرة بنقول الكلام ده وفي الآخر القاضي يمد حبسه. طب قول لي، هو عنده زيارة إمتى؟ كل يوم، ما هو في حجز البندر، أنا عايز أروح أطمن عليه. تاخد له معاك فطرتين يا أخويا ولا إيه يا أبو زغلول؟ أيوة، ناخد له فطرتين وناخد معاهم شوية عسل نحل، أمال هيبلع الفطير بإيه يا أبو زغلول؟ يا حمتي، فطرتين وعسل نحل؟ أنا ما كنتش عارفة إن أمين الشعراوي غالي عندك كده يا أوباسي. أيوة، العالم كله متنكد علشانه وزعلان وبيدعي له.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.